طيب، في غمار هذه الظروف اللي المهندس عادل بيتكلم عليها وفيها تفاصيل كتيرة في حلقة النهاردة، الأهلي النهاردة واصل انتصاراته، وصل السلسلة من العروض القوية والنتائج الإيجابية، غزارة التهديف. يمكن وسام أبو علي اللي لسه ما جاش عليه الدور في الرجم الإعلامي بيسجل هدفين، الجون ده يا أستاذ إبراهيم، وإمام عاشور هدفين. الجون اللي جابه الاولاني وسام ده، أيوه، رد فعل متكرر، ايوه، بيثبت ان دي يعني غريزه عنده، ايوه، يعني كره سريعه جدا وهو قريب جدا منها، اتصرف وغمزها بركبته. رد فعله عالي قوي، ايوه. وعبد القادر كان سجل هدف الحقيقه، عبد القادر راجع بشكل كويس، سجل هدف واتلغى لانه فعلا كان متسلل. انما الحياه المباراه فيها مكاسب كتيره قوي يا باشمهندس، يعني مش بس وسام بيسجل هدفين وامام بيسجل هدفين، والاهلي بيعزز صدارته لقائمه الاعلى تسجيلا في البطوله برغم عدد ماتشاته الاقل، الا انه دلوقتي الاهلي صاحب الرصيد الاعلى في الاهداف، وده بياكد على ايجابيه الفريق ونجاعه الشكل الهجومي اللي الفريق بيلعب بيه. ولكن هذا لأخفيك سرا، مضايقني قوي فكره ان كل ماتش يخش فينا جونه دي، قوي من هجمه وحيده. يعني ليه؟ اتصرف هنا تقريبا الهجمه الوحيده بذكاء، لم يتدخل في الكوره وتركها الكمال، ايوه، وراح خد مكان، ما وقفش مكانه، ايوه. هنا بتقول لك عقليه اللاعب. يعني هو واقف ناحيه الشمال خالص، فلما لقى ان عمر كمال مؤكد جاي من يعني في موقف غير متسلل، جري هو يستقبل الكرة، والتاني باحساسه وادراكه راح مرجع له الكره لورا، حطها برضه في بعيدا عن متناول الزحمه. انا عايز الجون التاني ده لو يجي تاني هنشوف فيه شغل كويس. التاني اللي هو ضربه الجزاء؟ لا، التالت. الرابع بقى. الرابع. الرابع بتاع امام عاشور. دي التحية الكهرباء. والله التحية الكهرباء والتحية للشحات والتحية لا اللعيبة الحركة اللي بتعملها الكهرباء. ما انا عارف منين. ايوه. يلا كهرباء بقى، بلاش دلع، ارجع بقى. ده الجون بتاع امام الاولاني، ايوه، في القايم بالارض وجون. عايز انت الرابع اللي عاملها مع عمر كمال. هو انا كنت مستني الجون ده بالذات لان ده ماركة امام، فكان نفسي الشوط ده تاني مرة يعملها يعني. ايوه. والرابع برضو دور مهم لعمر كمال. لا الرابع في كذا كذا حاجة كويسة ممكن تتحكي في الجون الرابع ده. أولا إنه جه بعد جون الداخلية، أشوف لو تداخل كان ممكن تبقى أوفسايد. راح راجع واحد مكان، ريح القرار لعمر كمال. رجعها لورا. أنا عايزك بقى شوف لو جت من الظهر، شوف ببطن رجله راح فين، بعيد على الزحمة، كان ممكن تخبط في أي حد. راح حاططها في البعيدة. الناس مستسهلة ان كرة مقشرة، لا، الفكر انك ابعد عن الزحمة ووجهها، دي برضو جزء من القرارات المهمة اللي اللعيب بسرعة يفكر. طيب الفوز كمان يمكن بالاضافة للتلات نقاط والاربع اهداف، ودي للمباراة الثانية للاهلي اللي بيسجل اربعة، المباراة اللي فاتت كان على طلائع الجيش، والنهاردة على فريق الداخلية، الاثنين رباعيات الاهلي مستمرة. لكن كمان كان في مكاسب نوعية اخرى، شفنا ظهور لمحمد الضوي كريستو حتى وان كان متأخر، شفنا عبد القادر متألق من بداية المباراة، شفنا مشاركة اليو ديانج، شارك قفشه برضه في الدقيقة 65 يمكن او 70. الفوقان والاداء بتاع الفريق خلى الناس تدرك، وعمر كمان راجع من اصابه اطمن عليه، خلى الناس تدرك قيمه التدوير اللي بيحصل وتتفهمه. انا اتمنى اللعيبه كمان تتفهمه.